خليني اخدكم لموضوع تاني. السنة اللي فاتت كان في حالة جدل بسبب التطبيقات اللي بتحرك صور الناس اللي توفوا على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا جدل بين حلال وحرام، والموضوع كان فيه كلام كتير جدا. الأيام دي منتشر برضو ترند جديد يتعلق بفكرة الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير ملامحها، إنه الكبير يكون صغير، الصغير يكون كبير، من ضمنها مثلا تحويل صورتك وكأنك في عصر السبعينات، وده باستخدام الذكاء الاصطناعي. والمرة دي هناقش مع حضراتكم هذا الموضوع، ولكن من زاوية تانية، مش من زاوية الحلال والحرام. نتكلم مع حضراتكم في زاوية أهم وطول الوقت بنتكلم فيها لأنها مهمة جدا، وهي سرقة البيانات وصور تحديدا البنات اللي بتستخدم هذه التطبيقات. بالمناسبة البعض بيشوفها مجرد لعب عادي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن للأسف هي خطر وخطورة كبيرة. ليه؟ خلونا نعرف ما هو السبب في هذه الخطورة من ضيفنا المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات. باشمهندس أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بالسادة المشاهدين. ليه هذا الموضوع ممكن يكون خطر؟ طيب، أنا دايما بحارب البرامج أو التطبيقات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتقولك اعرف صورتك بعد 70 سنة عاملة ازاي، أو قبل 70 سنة عاملة ازاي، أو شارك بصورتك واعرف حظك هيحصل ايه من صورتك أو برجك أو الكلام ده. ليه الخطر ده موجود ودايما أنا عمري ما مديت أمان للحاجات دي كلها؟ لأني ثبت وحصل إن البرامج اللي موجودة بالأخص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتجمع حاجة اسمها الأكسس توكن. الأكسس توكن ده اللي هو مفتاح حساب حضرتك بالكامل، يعني ممكن تصحي من النوم تلاقي ان اكاونتك متابع صفحات كبيره او بيتابع شائعات او عامل شائعات منتشره في البلد، والبلد طبعا بتحارب هذا الشيء، ونشكر طبعا وزاره الداخليه وان هي بتحارب المعلومات الخاطئه وبتحارب الحاجات دي كلها. ولكن الاكسس توكن ده لو احنا ما حفظناش عليه من التطبيقات المنتشره دي، هتلاقي حسابك متحرك عند الغير، وصورك اللي انت بترفعها بتستغل عن طريق حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي. ترند الذكاء الاصطناعي ده دلوقتي اي مواقع عايزه تعمل اي حاجه تكتب اعرف صورتك بالذكاء الاصطناعي حصل فيها ايه. فطبعا يعني عشان يعني الناس عندهم، خليني بس ارجع مع حضرتك، يعني ده معناه انه الخطر مش بس من فكره استخدام البيانات واستخدام المعلومات، لكن لا، طبعا حضرتك يا كمان فندم، ممكن يتم استخدام حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا كلجان الكترونيه او طبعا كحاجه بالشكل ده. طبعا، فدي نقطة مهمة جدا. طب ازاي نحارب ده؟ او خلاص الناس اللي جربت وجالها الفضول وعملت ده كله، ازاي تلغي بقى الخطوات دي كلها؟ كل السادة المشاهدين اللي سامعيني دلوقتي تعمل الخطوات اللي انا هقولها. هتدخل على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتدخل على الثلاث شرطات اللي تحت او فوق على حسب نظام التشغيل سواء اندرويد او اي او اس، وتدخل على السيتنجز او الاعدادات بالعربي او بالانجلش، تمام؟ وهتلاقي مربع بحث كبير كده فوق، هتكتب فيه ابس اند ويب سايت او التطبيقات والمواقع. هيجيب لك على طول الخانه اللي انا قصدها، وبعد ما تلاقي الخانه هتلاقي كميه تطبيقات والعاب انتوا عاملين لها متابعه واحنا مش ومثبتينها في عارفين، حسابكم وانتوا مش عارفين، وعماله تستغل بيانات كتيره جدا من ضمنها تاريخ ميلاد وكده. في ناس بقى هنا بتحاربني في النقطه دي، وانا يعني بصفتي خبير امن وتكنولوجيا معلومات اني انا دوري اني اوعي الناس. بتحاربني ليه الناس دي؟ بيقول لك انا مش وزير او انا مش حد مهم عشان بياناتي تتسرق، يا عم عادي وكده. وللاسف الناس دي هي اول ناس بتجري تدور على اكسبيرتس او خبراء يرجعوا حساباتها قبل السرقه او بعد السرقه، او يلاقوا مثلا بياناتها منتشر على الانترنت، من ناحيه ان الصور بتستغل تاني وتعاد بيعها تاني، من ناحيه بس يا البيانات اللي باشمهندس موجوده. خليني برضو اقول لحضرتك، ما هو ساعات بتبقى التطبيقات مغريه ان الواحد يستخدمها حلو وبيتسلى جدا السؤال ده، ومهتم. نعم، حلو جدا السؤال ده حضرتك. اول حاجه، دور النقطه الرئيسيه في السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه اللي هي الاغراءات بأهوائك في كل الحاجات. يعني مثلا أهواء حضرتك إيه فبيغروك إيه عن طريقها عشان خاطر يدخلوا من خلالها من الهندسة الاجتماعية، وبالتالي بيحصل نظام تصيد إلكتروني من المواقع المزيفة أو الاسكامة أو المواقع اللي موجودة اللي تبقى الأصل من مواقع تانية من اللينكات المنتشرة. فدي نقطة مهمة جدا لازم كلنا نحاربها، ولازم كلنا ما نمشيش ورا أهوائنا عشان خاطر الحاجات دي فعلا بتستهدف بيانات، وإحنا في عصر من يملك البيانات فهو أقوى. فكل الناس عمالة تجمع بيانات، تجمع بيانات، فما ينفعش تكون بياناتك في ايد غيرك، ولازم تكون انت كمان خبير امن بيانات لنفسك.
يعني لازم ده الوعي، معدل الوعي لازم يرتفع عند الناس. وانا بصفتي هنا من خلال شاشاتكم الموقره دايما بوعي الناس من المواضيع دي كلها، وطبعا دي مواضيع كبيره عايز لها اعداد او حلقات تانية عشان خاطر نتعمق اكتر. طيب في الموضوع هل يا باشمهندس كل التطبيقات اللي من هذا النوع فيها مشكله، ولا تطبيقات من جهات معينه، ولا يعني الخطوره من كل التطبيقات؟ لا طبعا، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا ما اقدرش طبعا ادي تصريح كامل ان تطبيقات في تطبيقات امنه او لا، لان في مواقع خاصه بالذكاء الاصطناعي فعلا المواقع دي مثلا بتكون مدفوعه بمبالغ معينه سواء شهريه او سنويه، خاصه بالناحيه ان انت تنتج صور او تعمل صور او تلعب في صورتك بطريقه معينه. ولكن في مواقع او بتطبيقات اوفلاين بدون ذكر اسماء دي امنه، ان انت بتبعت عليها الصوره وتلعب فيها وتحفظها تاني، فبالتالي دي حاجات امنه. لكن المواقع المنتشره على السوشيال ميديا دي انا هي دايما دي اللي فيها المشكلة. اه طبعا، لان دي ناس زيي وزي حضرتك هم اللي عاملينها ومش عارفين المقصود من وراها ايه. انا بشكر حضرتك مهندس شكرا احمد يا طارق خبير امن المعلومات. موضوع يبدو ان هو مسلي ويبدو ان هو يعني ترفيهي، ولكن هو موضوع مهم يا جماعه، نخلي بالنا من بياناتنا، لانه بعد شويه بنلاقي بيتم استخدام المعلومات والبيانات، ويعني فكره استخدام بياناتك كمان ك يعني اكاونت يدخل ويقول راي او يتم استخدامه في حاجه ممكن بعد كده تعمل لك مشكله، فياريت نخلي بالنا من هذا الامر.